السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى إن الصوت يكون واضح لو الصوت واضح يا ريت حضراتكم تضغطوا رقم واحد في الشات قبل ما نبدأ السيشن الصوت واضح كده ولا إيه؟ تمام بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إحنا بيشرفنا طبعا يكون معانا المهندس حاسم في محاضرة عن طرق التعاقد بالمشروعات الصناعية الكبرى إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة مهندس عاصم مهندس في حديد شركة حديد عز خريج هندسة اسكندرية ومن أوائل دفعة 2012 قسم مدني حاصل على ماجستير الهندسة من جامعة اسكندرية في المنشآت المعدنية مدير مشروعات محترف وحاصل على شهادة بي إم بي متخصص في إدارة العقود وحاصل على العديد من الدورات من الجامعة الأمريكية في القاهرة يعمل بمجال المنشآت المعدنية ستيل constructions مهتم بحمايه موضوع حمايه المنشات ضد الصدا كروجن كنترول اتفضل يا باشمهندس عاصم وبالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم بشكرك الاول يا محمد بجد يعني على الفرصه الجميله دي انا مش عارف لو الناس سامعه كويس يعني بس حد يدينا اي انديكيشن يكتب لنا اي حاجه في الشات انت عايز معانا كويس يا محمد طيب. تمام ممتاز الفوز ممتاز جدا الصوت واضح جدا خلاص تمام يلا بينا نبدا ان شاء الله المحاضره مش هتكون طويله يعني قوي ان شاء الله ناخد يعني من نص ساعة, ساعه يعني حاجه بسيطه زياده آه هنتكلم النهارده ان شاء الله عن ايه طرق التعاقد على المشروعات الصناعيه يعني الكبرى يعني الأول يعني تعريف بسيط عن عن المحاضر يعني زي ما المهندس محمد كده كان قال أنا عاصم صلاح مدير مشروع بشتغل في مجال المنشآت المعدنية في شركة حديد عز المشروعات بتاعة شركة حديد عز أنا بكالوريوس هندسة مدنية وماجستير ستيل ستراكشر ودبلومة في الكونتراكت مانجمنت بي إم بي سيرتيفايد وسيس ويب سيرتيفايد سيس ويب دي يعني سيرتيفيكت في الستيل ستراكشر و اي اس بروفيشنال ممبر دي منظمه امريكيه لصناعه الصلب اول حاجه كنت عايز اتكلم عن ايه هي التحديات او الحاجات اللي بتميز المشاريع الصناعيه عن عن غيرها من المشاريع اول حاجه هي السكيل والكومبلكسيتي يعني حجم المشاريع الصناعيه غالبا بيكون اكبر بكتير من من المشاريع السكنيه او المشاريع التجاريه وكمان التعقيد درجه التعقيد فيها بتكون كبيره يعني بيكون عندنا تخصصات كتير محتاجه ان هي تتداخل مع بعض بيكون عندنا حتى زي الصوره اللي قدامنا دي من اخر مشروع دي بيكون عندك ديتيلز كتير جدا سواء بقى بايبنج سواء ستيل ستراكشر سواء مدني دي اول تشالنج بيواجه المشاريع الصناعيه او اول حاجه بتميز المشاريع الصناعيه الحاجة التانية برضو اللي بتميز المشاريع الصناعية اللي هي بتكون محتاجة تدخل تكنولوجيا غالبا بتكون أجنبية بنكون محتاجين سبلاير أجنبي بيكون عنده النوهاو بتاع الصناعة اللي احنا بنعمل فيها مشروع وهو ده اللي بيدينا ال... النوهاو بتاع المشروع علشان نقدر ان احنا ننفذه تالت تحدي بيواجه المشاريع الصناعية وبيميزها عن بقية الأنواع من المشاريع هي اللوجستيات والشحن انت دايما في المشاريع الصناعيه بيكون عندك اجزاء او قطع غيار جايه من موردين خارجيين خارج البلد القطع دي غالبا بتكون معموله شحن بحري وممكن يكون الموقع بتاع المشروع بتاعك ما هوش جنب المينا اللي هينزل عليها الجزء ده سواء بقى بتحتاج ان انت تنقلها بحاجه زي ال... التراكس اللي زي ما احنا شايفينها دي دي ممكن مثلا تكون محتاجه تجهيزات معينه على الطريق محتاجه ان انت في بعض الحالات بتحتاج ان انت تغير ممكن تحتاج انت تفك كوبري وترجع تركبه تاني تحتاج انت تعمل طريق جديد بحيث ان انت تمشي عليه القطعه اللي جايه لك دي فده برضو احد التحديات الكبيره اللي بتواجه المشاريع الصناعيه واللي ما بتكونش موجوده في المشاريع العاديه فده بيخلينا محتاجين ممكن لطرق اكتر شويه في التعاقد وفي البروجكت ديليفري للمشاريع الصناعيه ان شاء الله النهارده هنعدي على كل الطرق اللي موجوده في السوق اللي بتكون زي تعاقد ما بين المالك بتاع المشروع وما بين الاطراف الثانيه اللي بتنفذ له المشروع احنا هناخد انا هاخد تو كيس ستاديز كده نبدا بيهم وبعدين هنعدي على كل بقيه الطرق اول كيس ستادي عندنا هو مشروع اسمه تويك كاستنج اند فورجينج فاسيليتي دي منشاه صناعيه في في السعوديه البلان ده من الموقع في الحقيقه يعني المنشاه دي هي اتحاد ما بين ارامكو السعوديه وما بين دوسان الكوريه والتعاقد بتاع المشروع ده كان بنظام تحالف كده اسمه Alliance Contracting ده اول طرق التعاقد اللي احنا هنتكلم عنها. هنعدي بسرعه كده نتكلم عن المشروع نفسه. هو المشروع زي ما احنا شايفين كده هو هو عباره عن مصنع صهر حديد القدره بتاعته الانتاج سنويا المخططه هي 52 الف طن في السنه المشروع ده بيقع في مدينه اسمها راس الخير في المملكه العربيه السعوديه في المنطقه الشرقيه المشروع ده بيهدف زي ما قلنا ان هو هو يعني تعاون ما بين شركه ارامكو السعوديه وشركه دوسام هم الملاك بتوع المشروع المشروع ده بيهدف ان هو ينتج الفورجينج ستيل اللي هو الحديد المثقول يعني دي, دي الترجمه العربي بتاعته ده بيتصنع منه التروس بتاع المعدات الكبيره بيتصنع منه مثلا حاجه زي العجل بتاع القطارات هو مين اللي هم عايزين يصنعوا بيه القطع الغيار بتاعه المنشات البتروليه بتاعه شركه ارامكو الصوره دي في المشروع الاسبوع اللي فات تقريبا هو زي ما احنا شايفين يمكن تقريبا خلصوا جزء كبير قوي من من الاعمال المدنيه والسي في المشروع المشروع ده زي ما قلنا ان هو اتنفذ بطريقه الالاينس كونتراكتنج ايه طريقه بقى الالاينس كونتراكتنج دي هي حاجه كده شبيهه للجوينت فينشر اللي بتبقى موجوده في المقاولات بس الفرق هنا ان الالاينس كونتراكتنج ده بيكون تعاون ما بين اثنين امبلويرز مش مش اثنين كونتراكتورز هو اتنين ملاك كل واحد فيهم بيكون عنده نو هاو في حته معينه من الصناعه وبيتحدوا مع بعض في مشروع واحد بحيث ان هم يطلعوا منتج يفيدهم هم الاثنين ويخدم الصناعه بتاعتهم هم الاتنين زي ما احنا شايفين في الشارت اللي قدامنا دي هو بيكون اتنين امبلوير بي بيعينوا تحت منهم حاجه اسمها الاينس ليدرشيب تيم فريق قياده للمشروع وفريق قياده ده بيجيب فريق اداره للمشروع تحت منه وفريق اداره بقى هو اللي بي بيجيب مقاولين وبيجيب كونسلتنتس يعملوا المشروع ده المشاريع دي زي ما قلنا ما بيبقاش في طرف واحد هو اللي عنده النو فيه كله وهو بيكون زي احنا بنخش تجربه كده علشان نع... نحاول نطلع مشروع ي... يدينا منتج يفيدنا احنا الاثنين مميزات ال... النوع ده من التعاقدات هو ان ال... كل الاطراف بتبقى بت... بتشارك مع بعضها المسؤوليه ما بيكونش في طرف بي... بيدور في... على مصلحه في اتجاه وطرف بيدور على مصلحه في اتجاه تاني هما الاثنين بيتشاركوا في المسؤوليه وكمان بيكون في زي مزايا او فوائد بترجع على الطرفين في حاله ان المشروع ده المشروع ده نجح عيوب الطريقه دي ان بتكون محتاجه ان فعلا الاطراف كلها تكون آه يعني يعني فعليا هم ناويين على التعاون وبرضو من عيوبها ان هي ما بتبقاش عندك شويه رؤيه للمشروع ده هيخلص معاك على كوست كام زي ما قلنا لان هو شركتين كل واحده عارفه ان هو في منطقه معينه وهم عايزين في الاخر يوصلوا لحاجه تفيد الطرفين الكيس ستادي الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي مشروع امتداد مصنع الصلب عندنا في شركه حديد عز السويس المشروع ده اتدار بطريقة أو يعني التعاقد بتاعه اتعمل بطريقة اسمها Direct Managing أو التنفيذ الذاتي، برضه هندي نبذة صغيرة كده عن المشروع، هو المشروع ده كان مخطط إن هو المشروع ده اتنفذ بالفعل والمصنع اشتغل شهر خمسة اللي فات، المشروع ده الهدف منه هو إضافة مليون وستمائة ألف طن حديد منصهر في السنة. ده شكل الحديد المنصهر المنتج النهائي يعني بتاع المشروع وزي ما قلنا المشروع ده الطريقه اللي اتعمل بيها هو طريقه الدايركت مانجنج ان هو اداره مباشره يعني ايه دايركت مانجنج الطريقه دي ان ان المالك في الحاله دي هو اللي بينفذ المشروع بنفسه ما بيجيبش مقاول هو بيعين تحت منه الفريق بتاع تنفيذ المشروع من اول البروجكت مانجرز للبلاننج تيم للديزاين تيم للكونتراكت مانجرز لاي حد تاني وال والفريق ده هو اللي بيدير تحت منه السب كونتراكتورز على طول ما بيكونش فيه هنا مقاول مباشر بيقوم بالاعمال كلها مميزات الطريقه دي هي في الحقيقه بتنفع كتير قوي في المشاريع اللي ليها طبيعه حساسه او طبيعه خاصه شويه يعني زي مثلا مشاريع القوات المسلحه او مشاريع اي هيئه بتبقى مش عايزه شركه او كيان لوحده يبقى عارف نوعه عن المشروع كله او يكون عنده لوحات للمشروع غيرها فهو بينفع جدا في المشاريع اللي هي بتكون عندها سنسيتيف ناتشر وبرده من مميزات الطريقه دي هي ان بتطور مهارات العمال او الموظفين بتوع الامبلوير يعني انت دلوقتي لو لو انت مصنع زي زي الكيس بتاعتنا دي انت عايز تعمل مشروع انت اللي تنفذه بالناس بتاعتك الناس بتاعتك دي بعد ما بتخلص المشروع بيكونوا خلاص هم يعني بقوا مؤهلين ان هم يدوروا المشروع ان هم يعملوا مشروع تاني زيه لان هم خلاص خدوا هاو بتاع المشروع كله عيوب الطريقه دي ان الريسك كله تقريبا بيكون رايح على المالك ما بيكونش في طرف تاني بيشيل الريسك في حاجه زي الكوست او التايم او الديزاين وبرده بتكون محتاجه اداره يعني ماكرو مايكرو من من المالك إن هي بتبقى محتاجة إن الملك يعين فريق تخطيط بي بيدير كل حاجة سواء بالفلوس أو أو وقت بديتيلز كبيرة جدا علشان الموضوع ما يهربش منه يعني ما يبقاش الميزانية تفتح أو ال... الوقت يفتح منك وأنت كده كده أنت الملك. إحنا دلوقتي اتكلمنا عن طريقتين قلنا طريقة الألاينس كونتراكتنج وطريقة الدايركت مانجينج. طيب هما الطريقتين دول هما احد يعني اثنين طريقتين من ضمن ثمان طرق للبروجكت ديليفري او البروكيورمنت ديليفري ميثودز الطرق اللي احنا بنعمل بيها التعاقدات في المشاريع الصناعيه والمشاريع حتى العامة عامه يعني بس هي احنا هنا بنتكلم على المشاريع الصناعيه خاصة عايزين نعدي على بقيه الست طرق بسرعه كده حتى برضو ان احنا نقارن كل طريقه بالثانيه ونعرف ايه مميزات وايه عيوب كل طريقه لو خدنا اول طريقه هي طريقه الترديشنال ميثود طريقه الترديشنال ميثود او زي ما برضو احنا بنسمعها كتير في السوق ديزاين بيت بيلد دي معظم المشاريع بتتنفذ بالطريقه دي ان هو بيكون فيه المالك المالك بيجيب uh, الديزاينر بتاعه هو اللي بيعمل له uh, تصميم للمشروع وبعد ما بيعمل التصميم كامل للمشروع المالك بيطرحه على المقاولين وبيرسى في الاخر على واحد من المقاولين دول والمقاول ده هو اللي بينفذ الاعمال بسب كونتراكتورز طبعا بعد الرجوع للمالك مميزات الطريقه دي اولا اولا هو ان الامبلوير بيكون متحكم في كل حاجه تقريبا في المشروع لان هو اللي بيعمل الديزاين بالكامل عن طريق الكونسلتنت بتاعه وممكن يراجعوا وخلاص بيرسوا على طريقه تنفيذ للمشروع وبعدين بيطرحوها للمقاول فهو بيبقى معاه كل خيوط المشروع وبرده من مميزات الطريقه دي ان هي لما لما المشروع ده بيطرح بيجي لك اوفرز من المقاولين بتكون قريبه قوي من بعض لان انت عندك كل مقاول فيهم عنده الديتيل ديزاين او يعني شبه الديتيل ديزاين مش للمشروع فمفيش واحد فيهم هيبتكر نوع حاجه زياده جديده واحدة زياده كميه اكتر كلهم بينفذوا نفس الحاجه بيسعروا نفس الحاجه ففي الاخر هيجي لك اوفرز قريبه من بعض جدا في السعر عيوب طريقه الديزاين بيت بيلد دي ان هي شويه تايملي بروسيس بتاخد وقت شويه لان انت بتحتاج ان انت تخلص الديزاين كله وبعدين تبدا ان انت تطرح المشروع وقت الديزاين ما بيحصلش فيه اوفرلاب مع وقت التنفيذ وبرده من عيوب الطريقه دي ان ما بيكونش فيه اي انبوت للمقاول يعني انت بتقدرش تستفيد باي خبره للمقاول سابقه في النوعيه دي من المشاريع مين بيستخدم الطريقة دي عندنا في مصر أو حتى في الوطن العربي أشهرهم شركة أوراسكوم وشركة تريبل سي وشركة حسن علام و يعني تقريبا كل الشركات بتشتغل بالطريقة دي كمان الطريقة التانية عندنا هي طريقة design and construct أكيد برضو كلنا بنسمع عن الطريقة دي طريقة design and construct هي مختلفة شوية عن الطريقة اللي فاتت إن الطريقة دي الـ Employer بيدي الديزاين للمقاول هو اللي هو اللي يصمم يعني هو بيدي بس فكره عامه عن المشروع أو بيدي يعني بريليمينري ديزاين للمشروع أنا عايز أنفذ مثلا واحدة إنتاجية بتنتج كم متر مك... يعني كمية معينة في الساعة بمواصفات معينة لكن ماليش دعوة بالتفاصيل ماليش دعوة هيستخدم كم متر مكعب خرسانة ماليش دعوة هيستخدم أنواع إيه من السيور ماليش دعوة هيستخدم جريد إيه مثلا من الستيل دي بتاعت الماول والماول هو اللي بيعمل ديزاين وهو اللي بينفذ مميزات الطريقه دي عن الطريقه اللي فاتت ان في الحاله دي بيكون عندنا طرف واحد هو المسؤول عن كل حاجه انت لو حصل اي مشكله بعد كده في في المشروع انت عارف ان انت هتروح لجهه واحده انت اللي صممت وانت اللي نفذت فانت المسؤول عن ان انت تصلح المشكله دي وبرده تاني حاجه ميزه للطريقه دي هي الايرلي كومنتس ان انت بتقدر تبدا المشروع بمدة أقل شوية ليه؟ لأن أنت بتبدأ تعمل أوفرلاب ما بين ديزاين وما بين الكونستراكشن لأن بما أن المقاول هو اللي بيصمم فهو بيقدر أن هو مثلا يخلص تصميم وحدة ويبدأ ينفذها على بال ما الوحدة التانية تتصمم فيخش ينفذها فبيكون في أوفرلاب ما بين الديزاين وما بين التنفيذ على عكس الطريقة اللي فاتت عيوب أيوة الطريقه دي ان هي بتحتاج شويه تندر بيريد اكتر لسبب لان انت محتاج تعمل بريليمينري ديزاين مظبوط وبعدين بتطرحه على المقاولين والمقاولين بيردوا بنوتس ان الحته دي انا مش واضحه او اتنين عاطين حاجتين مختلفين تماما عن بعض فبيكون في رايح جاي كتير شويه في الطريقه دي ده بيدينا فتره طرح اكتر شويه في المشروع وبرضه من عيوب الطريقة دي إن وارد إن مقاول يطوع الديزاين بتاعه بحيث إن هو يخدم السعر، هي حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت. هو كويس إن المقاول ممكن يطلع لك أفكار جديدة، الأفكار دي تساعدك إن أنت تنفذ الحاجة بكواليتي أحسن بتكلفة أقل، بس العيب إن هو ممكن في التفاصيل الصغيرة ويستخدم ماتيريال يعمل حاجة تانية تؤدي إلى عيوب في المشروع علشان بس هو يقلل السعر فياخد ترس عليه هو المناقصه اشهر المقاولين بيستخدموا الطريقه دي شركه بي 6 الفرنسيه وشركه اي دبل سي دي في الخليج وعندنا هنا شركه طلعت مصطفى طبعا برضو في مشاريع زي الرحاب ومدينتي والحاجات والمشاريع اللي هي بتبقى ديزاين اند بيلد تالت طريقه عندنا في في طريقه يعني اداره المشاريع او يعني ديليفري المشاريع هي طريقه الديزاين كونستراكت اند مينتين الطريقه دي زياده عن الطريقه اللي فاتت في المينتين هي نفس التشارت تقريبا ونفس الفكره بتاعه الطريقه اللي فاتت هو المالك في الحاله دي بيطرح المشروع للمقاول بس بيشترط عليه كمان مده معينه من الصيانه للمشروع بالمناسبه في مشروع مشهور اتنفذ بالطريقه دي هو البرجين بتوع البنك الاهلي اللي على كورنيش النيل المقاول زي ما قلنا المالك بيطرح المشروع ده لمقاول هو اللي يعمل ديزاين بعد ما يكون عطيله له تصميم مبدئي المقاول بيعمل له ديزاين وبيكون مسؤول كمان عن صيانه المنشا ده لفتره معينه 10 سنين خمس سنين على حسب الاتفاق مميزات الطريقه دي نفس الميزه بتاعه الطريقه اللي زيها بس اللي هي ديزاين ان انت بيكون عندك طرف واحد هو المسؤول عن كل حاجه فبتكون الدنيا اوضح شويه وكمان بيكون في ميزه ان انت بت بتسمح للمقاول ان هو يديلك حلول مبتكره لان هو المقاول هو المسؤول عن الصيانه فبالتالي هو مش من مصلحته ان الحاجه دي يحصل فيها مشاكل بعد التشغيل علشان يوفر فلوس الصيانه فممكن يطلع لك بحلول مبتكره تخليه يوفر في في, في الصيانه يزود عمر المنشا ده بعد كده عيوب الطريقه دي ان هي عدد المقاولين اللي يقدروا ان هم يدخلوا مناقصات بالطريقه دي اقل ده اول عيب يعني عندنا ما شركات كتير في مصر مثلا بتشتغل بطريقه الديزاين كونستراكت اند مينتين وبرضه كمان بتكون محتاجة من المالك من الأول كده إن هو يكون حاطط سبيكس واضحة جدا للمشروع وإمتى بنحتاج نعمل صيانة وإمتى نقدر نقول إن الحاجة دي آآ آآ لازم تتغير وإن الحاجة دي محتاجة إن هي تتصاين فده أحد العيوب إن أنت لازم يكون عندك تندر دوكيمنت وسبكس محترمة تقدر بيها إن أنت تفضل مع المقاول ده مثلا عشر سنين التعاقد شغال أشهر الشركات اللي بتشتغل بالطريقة دي شركة زي الفطيم وبرضه شركة صام مصر في مجال البترول وشركة بترومينت في مجال البترول الشركات دي بتبني وتصمم وبتبني وفي نفس الوقت كمان بتعمل صيانة للمنشأ بعد ما بيشتغل رابع طريقة عندنا هي طريقة الكونستراكشن مانجمنت برضه الطريقة دي بدأت تدخل عندنا في مصر وبدأنا نسمعنا كتير الطريقة دي ان المالك هو بيجيب الكونتراكتور دايركت تحت منه عادي يعني بيتعاقد مع المقاولين مثلا مقاول ام اي بي مقاول مدني مقاول ستيل كونستراكشن مقاول كهرباء وبيجيب المكتب الكونسلتنت بتاعه اللي بيعمل له ديزاين للمشروع بس الفكره هنا ان هو بيجيب كمان فيرم تعمل له كونستراكشن مانجمنت يعني بيجيب شركه هي كل دورها ان هي تدير عمليه التصم... الانشاء هو ما بيكونش مطلوب منه انه يدير عمليه الانشاء. المميزات بتاعت الطريقه دي ان المالك في الحاله دي بيشفت كل الريسك بتاع اداره المشروع على طرف بيكون خبير، يعني هي المكتب ده او او الجهه دي هي كل خبرتها في ان هي بتدور مشاريع، ما بتنفذهاش بنفسها بس بتدورها. وبرضه بيكون عندنا ميزه ان بنقدر ان احنا نبدا المشاريع بدري بما ان الجهه دي جهه خبيره في, في اداره المشاريع فهو بيقدر ان هو ينسق ما بين المصممين والمقاولين اللي بينفذوا، يقدر ان هو يخلي المصمم بتاع الجزء ده يبدا بدري فلما الجزء ده يشتغل حد تاني هو اللي بيعمل تصميم للجزء التاني والمقاول التاني يبدا وراه فبيقدر يبقى في اوفرلاب ما بين التصميم والتنفيذ. عيوب الطريقه دي برضه ان ما بيكونش فيه هنا عكس الطريقه اللي فاتت، هنا ما بيكونش عندك طرف واحد هو المسؤول عن اي مشكله بتحصل. ما بتكونش عارف المشكله جايه من انهي مصمم فيهم ولا من انهي مالك فيهم ولا من الكونستراكشن مانجر نفسه. وكمان الامبلوير هاف بالك اوف ذا ريسك. ان لسه برضو المالك بيكون عنده جزء كبير من الريسك، هو ما نقلش الريسك كله برضه على الكونستراكشن مانجر، هو لسه في الاخر الريسك معظمه عند المالك. هو مجرد المكتب ده مجرد بيدور المشروع لكن لو المشروع اتاخر لو البادجت زادت اي حاجه من دي حصلت الكونستراكشن مانجر او الكونستراكشن مانجمنت فيرم ده ما بياخدش ما بيشيلش حاجه في الدرس كده اشهر الشركات اللي شغاله بالطريقه دي شركه تيرنر الامريكيه ودار الهندسه هنا في مصر وفي الخليج حتى بيعملوا مشاريع كتير قوي كونستراكشن مانجمنت وبرضو الشركه اللي ليها برضو تواجد كبير قوي في السوق المصري عندنا دلوقتي شركه هيل انترناشونال اللي هي بتاخد مشاريع كونستراكشن مانجمنت بس الطريقه الخامسه عندنا هي طريقه المانجنج كونتراكتور الطريقه دي هي شبيهه للطريقه اللي فاتت بس في الحاله دي الكونتراكتور هو اللي بيقوم بدور الكونستراكشن ال مانجر هو غالبا المشاريع دي بتكون مشاريع كبيره جدا او مشاريع معقده قوي وانت بتبقى عارف ان هم في عدد قليل قوي من المقاولين في العالم حتى اللي بيستخدموا طريقه مانجين كونتراكتور انت بتروح للمقاول ده بتدي الموضوع زي تيرن كي كده انا عايز عايز اعمل مصنع سكر ينتج كذا وانتاجه في السنه مش عارف قد ايه وابدا انت نفذ الجنرال كونتراكتور ده والمانجنج كونتراكتور هو اللي بيعمل ديزاين وهو اللي بيعمل كل حاجه وحتى بيكون دايما معاه كمان سبيشالست سبورت يعني حاجه مثلا زي مشروع آ... مكتب اسكندريه انت بتروح تجيب اكوستيك كونسلتنت يعني استشاري بتاع آ... صوتيات ان هو يظبط لك حتة العزل بتجيب استشاري في موضوع مثلا نزح مياه المياه اللي تحت الأرض هو المشروع أنت كأونر بتديه لكونتراكتور واحد بيقوم بكل حاجة مميزات الطريقة دي إن هي بيكون لأصحاب المصلحة الستيك لأن هو المقاول نفسه هو عنده خلاص الشبكة بتاعة الستيك هولدرز بتاعته وبيعرف إزاي يدور الدنيا ما بينهم بحكم إن هو أحد المقاولين الكبار اللي في اللي في العالم في الموضوع ده. وكمان بيكون عندك بوتنشال كبيرة للإفشنسي. إن أنت زي ما قلنا برضو هو مقاول واحد جهة واحدة هي اللي بتدور كل حاجة في المشروع. فبالتالي سهل جدا الكوميونيكيشن ما بين الأطراف اللي جوا اللي جوا المقاول ده. عيوب الطريقة دي أولاً هي عدد القليل قوي من المقاولين اللي بيشتغلوا بالطريقة دي في العالم وهنشوف دلوقتي مين أشهرهم. وكمان ان بيكون في زي... يعني مبلغ زياده في, ال... في... في الكوست بتاع المشروع بسبب ان المقاول ده بيحط مارجن للمانجمنت، هو غالبا المقاول ده ما بيكونش بينفذ اي حاجه بنفسه، هو بيكون عنده فرقه فرق, فرق من, ال... من المقاولين الكبار اللي بيبقوا شغالين تحت منه وهو بيحط عليها بافر واوفر هيد ان هو ي... عشان يقدر ان هو يدور المشروع. اشهر المقاولين بيشتغلوا بالطريقه دي هو مثلا بارسونز الامريكيه وبيكت الامريكيه زي ما قلنا وفلور كوربوريشن يعني زي ما قلنا الشركات دي هم اربع خمس شركات في العالم كله هم اللي بيتكلموا في الكاتيجوري دي من المشاريع والشركات دي يعني بيكون عندها ستاف لكن غالبا ما بيكونوش هم اللي بينفذوا المشاريع في معظم الحالات بنفسهم احنا اتكلمنا عن آه, لحد دلوقتي عن خمس طرق من الثمانيه وكنا اتكلمنا عن الطريقه الدايركت مانجنج والالاينس كونتراكتنج في اول في اول الويبينار اخر طريقه عندنا هي طريقه الببليك برايفت بارتنرشيب اللي بنسمع عنها كتير قوي التريبل بي الطريقه دي آه, بتستخدم امتى هي في, في يعني الطريقه دي بتستخدم لما بيكون عندنا قطاع آه, حكومي عايز ينفذ مشروع بس مش عايز ان هو اللي يكون الممول الرئيسي بتاع المشروع او حتى مش عايز يكون هو الممول اصلا بتاع المشروع هو عايز ان هو ينفذ مشروع وبعدين يبقى يدفع تمام الحاله دي القطاع الحكومي ده بيروح لشركه بروجكت فيكل او برايفت فيكل شركه مساهمه خاصه الشركة دي بيكون الفلوس بتاعتها جاية من ممولين وجاية من بنوك والشركة الخاصة دي بتجيب تحت منها الأول كونستراكشن كونتراكتور مقاول بينفذ المشروع وكمان بيكون عندها ذراع تاني هو اللي بيدور المشروع بيعمل اوبريشن للمرفق العام أو المصنع ده بعد ما بيشتغل هو في الغالب المشاريع اللي بتتنفذ بالطريقة دي بتكون مرافق محطة كهرباء محطة مياه وبرضه ممكن يتعمل بيها مشاريع صناعيه. مميزات الطريقه دي زي ما قلنا ان اولا فيها فول انتجريشن انت في الحاله دي الشركه الخاصه اللي بتيجي تنفذ وتعمل اداره للمشروع اوبريشن يعني للمشروع الشركه دي بتعمل ديزاين وبتعمل كونستراكشن وبتمول المشروع وبتعمل له اوبريشن وبتعمل له صيانه وبعد عدد معين من السنين 20 سنه مثلا الشركه دي بتنقل تاني المشروع للجهه الحكوميه وبرضه بيكون عندنا ميزه تانية هي ان الجهه الحكوميه ما بتدفعش فلوس غير بعد ما بيكون المشروع اتنفذ واشتغل وجاب العائد بتاعه كمان واتصين وجربنا فيه كل حاجه فهي كده ما بتشيلش اي ريسك تقريبا يعني في الموضوع ولو برضو حضراتكم ت... يعني تاخدوا بالكم ايه اول مشروع اتنفذ بالطريقه دي يعني ما مش عارف الناس تكون عارفه ولا لا بس هو اول مشروع اتنفذ بالكونسبت ده كان مشروع قناه السويس لان مشروع قناه السويس كان هو فكره فرنسيه واتنفذت بشركه انجليزيه فرنسيه والشركه دي بعد ما عملت كونستراكشن للمشروع طبعا كان معمول بعملة مصريه بس هي الشركه اللي نفذته هي شركه شركه اجنبيه الشركه دي كانت واخده حق انتفاع للمشروع لمده معينه هي يعني كانت 99 سنه والمفروض ان بعد المده دي ما تعدي كان المشروع يرجع تاني ملك الحكومه. عيوب برضو الطريقه دي اولا ان هي بتكون تكلفه العطاء عاليه جدا لان احنا زي ما قلنا المشروع ده ممكن يقعد 100 سنه. يعني مثلا في حاجه حاجه زي قناه السويس او مثلا ممكن يقعد في حاجه زي المشاريع المرافق الميه او الكهرباء والحاجات دي بيبقى 20 سنه او او 15 سنه الجهه الخاصه دي بتاخد المشروع حق انتفاع فانت بيكون لازم ان انت تبقى مظبط الدوكيومنتيشن ومظبط مرحله العطاء كويس قوي علشان انت المشروع مدته اوريدي هتبقى 20 سنه انت المشروع مش مجرد ما هو بيتسلم كتنفيذ وخلاص لا ده لازم انت بتستلمه منه بعد ما بيكون دوره وبيكون جاب العائد بتاعه وبيكون صينه وبيكون عمل له من ورجعه لك تاني كقطاع حكومي. وبرده من عيوب المشروع ده ان انت بتكون محتاج ان كل الاطراف اللي في المشروع تكون عارفه الثقافه بتاعه مشاريع التريبل بي اللي هي ما كانتش منتشره قوي. ان المشاريع دي مشاريعها لازم تتعامل معامله خاصه غير بقيه الانواع التانيه من المشاريع. مين اشهر الشركات اللي بتشتغل بالطريقه دي؟ في الخليج شركة موت ماكدونالد وشركة فينسي كونسيشنز برضو يعني هي حتى اسمها فينسي كونسيشنز استحواذات فينسي وبرضو شركة حسن علام هنا في مصر بتعمل مشاريع كتير دلوقتي حاليا بطريقة تريبل بي هي وشركة اوراسكوم كمان طيب احنا برضو احنا كتير بنسمع عن التريبل بي ومثلا طريقة اسمها البي او تي هو الحقيقة في ست طرق دي بي اولهم هم او هي اشهرهم هي طريقه البي او تي بيلت بيلد اوبريت ترانسفير الطريقه دي القطاع الخاص او الشركه الخاصه دي بتبني المشروع من الصفر بتعمل له اوبريشن بتشغله بتبني مثلا مرفق خلينا نتكلم كمحطه ميه هي بتبني محطه الميه بتشغل محطه الميه لمده معينه من الزمن حسب التعاقد 10 سنين مثلا وبعد العشر 10 سنين ده دول بترجعهم تاني للحكومه بعد ما بتكون حصلت الفواتير من من المستخدمين الاند يوزرز هي اللي بتكون مسؤوله عن تحصيل الفواتير زي برضه احنا بنشوف مثلا في مصر شركات الغاز نت جاز او اي جي جاز دي شركات شغاله بنظام البي او هي شركه بنت المشروع بنت الشبكه وبتشغلها وهي اللي بتحصل الفلوس بتاعتها لحد مده معينه من العقد بعد كده المفروض ان المشروع ده بيتنقل للحكومه تاني تاني طريقه هي البي دبل او تي خلينا برضو ناخد نفس المثال محطه ميه الشركه بتيجي تبني محطه الميه العقد بتاعها بيقول ان هي بت... كانها بتشتري من الحكومه محطه الميه دي بتتملكها وبعدين بتدورها وبعد مده معينه من الزمن بت... لازم ترجعها تاني للحكومه هي ايه الفرق طيب ما بين ان هي ايه الفكره ان هي تملكتها هي الفكره بتكون ماليه اكتر ان احنا اه الشركه دي بتقدر ان هي تضم المرفق ده كانه من الاملاك بتاعتها فبتقدر ان هي تدخل احجام مشاريع اكبر بما ان هو من ضمن الاملاك بتاعتها بيتقيم كانه اه اسيت عندها ثالث طريقه هي البي ال او دي شبه الطريقة اللي فاتت بس في الحالة دي القطاع الخاص هو بيبني محطة الماية بيأجرها من الحكومة بيدي الحكومة إيجار كل شهر على المحطة الماية دي وفي الناحية التانية هو بيحصل فواتير من الإند يوزرز بيشغلها لمدة معينة من الزمن وبعدين بيعملها ترانسفير تاني للحكومة. رابع طريقة من الست طرق هي طريقة البي أو تي. خلينا برضو نتكلم كأنها محطة مياه، عندك محطة مياه حالتها كحكومة يعني حالتها تدهورت محتاجة إنفستمنت كبيرة شوية أنت مش هتقدر أو أنت مش عايز إن أنت فيها بتيجي الحكومة تطرح محطة المياه دي بطريقة الباي أو تي بيجي القطاع الخاص يشتري محطة المياه دي على وضعها بيتملكها لمدة معينة من الزمن بيطورها وبيبني فيها هو بيحط فيها الإنفستمنت اللي يخليها ترجع تاني تبقى ربحية. بعد مده معينه من التشغيل بيعملها ترانسفير تاني للقطاع الحكومي بعد ما بيكون حصل فواتير من الاند يوزرز الطريقه الخامسه هي طريقه البي دبل او بيلد اون اوبريت الطريقه دي شبه الطريقه الثانيه بس ما فيهاش ترانسفير الطريقه دي برضو زي لو محطه مياه هي الشركه بتيجي تبني المحطه وبتتملكها من الحكومه وبتدورها بس ما بترجعهاش تاني الحكومة والحكومة بتحافظ بما ان هي مرفق عام بيبقى بتقدر ان هي تتحكم في قصة انه ما يبقاش في احتكار بان بيكون مثلا في كذا محطة معمولين بالطريقة دي وبيكون في شوية قواعد وقوانين ان انت تقدر تظبط بيهم اسعار المنتج النهائي بتاعك. اخر طريقة عندنا في التريبل بي هي طريقة الدبل بي او الباي بيلد اوبريت برضو الطريقة دي شبه طريقة عندنا بس ما فيهاش ترانسفير، الطريقة دي بيكون مثلا عندنا مصنع وليكن مصنع صلب ما بيحققش النتايج بتاعته ما فيهوش ربحية محتاج انفستمنت كبيرة فانت كحكومة وانت دي صناعة استراتيجية عندك فانت عايز ان انت تقومها تاني بس ما تدفعش انفستمنت كبيرة. في الحالة دي انت بتطرحه للبيع بيجي قطاع خاص يتملك المنشأ ده بيبنيه تاني من اول او بيحط فيه انفستمنت وبيطوره وبيغير المعدات اللي فيه وبيدوره بيعملوا اوبريشن وبس ما بينقلهوش تاني للحكومه دول هم الست طرق بتوعنا بتوع التريبل بي انا كنت بس عايز انهي بما ان احنا كنا بنتكلم عن ايه هي طرق اداره المشروع من ناحيه البروكيورمنت استراتيجي والبروكيورمنت ديليفري ميثودز بما ان احنا عندنا اطراف كتير بتبقى مشتركه في المشروع فكان اخ ستيف جوبز كان قال Greetings in business are never done by one person they are done by a team of people شكرا استاذ عاصم فترة جميلة ان شاء الله ربنا يكرمك لو حد عنده اسئلة احنا موجودين يعني يا ريت لو حد عنده سؤال يعمل ريز هاند بحيث ان نفتح المايك او في الشات يعني كان يعني في مهندس زيد بيسأل عفوا لو سمحت الألاينس هو الانتجريتد بروجكت؟ ما يعني ما سمعتش المصطلح بتاع انتجريتد بروجكت ده قبل كده بس هو هي فكره سيبك من المسميات يعني هي فكره الألاينس كونتراكتنج ده ان انت بيكون شركتين الشركتين بيقوموا بالمشروع كل واحد عنده الحته بتاعته في النو اللي في الاخر بيوصلوا بيها في الاخر لمشروع آه ليه ارباح او عوائد عليهم هم الاثنين انتجريت بروجكت دي ممكن تكون آه ليها مثلا ديزاين بيد بيد بيلد ممكن تكون انتجريتد ديزاين بيلد من دي ممكن تكون انتجريتد على حسب ايه المقصود بكلمه انتجريشن يعني تمام حد عنده سؤال يعمل ريز هاند نفتح المايك أو في <applause> الشات قبل ما نختم طيب مهندس عبد الرحمن فارس بيسأل أشكرك على المجهود والشرح شكرا يا هندسه استأذنك في البي دبل أو هل الشركه ممكن تبقى حكوميه هي التريبل بي عامة هي شراكه بيتقال عليها حتى كده شراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام بيكون القطاع العام متمثل في الجهه اللي بتطرح المشروع وبتستفيد منه في الأخر بعد ما بيتعمل له نقل في حاله البي دبل او ما بيحصلش في الاخر نقل هي بتكون الحكومه عايزه ت... ت... تعمل ايه عايزه تدي مشروع تبي زي مثلا آه زي ما قلت لك كده مصنع ما بيحققش الارباح بتاعته فبتيجي الحكومه والمصنع ده حكومي حاجه شبه الخصخصه كده انت ال... الشركة الحكومة عايزة تبيع المصنع ده لجهة خاصة، الجهة الخاصة دي بتعمل له اوبريشن بس بعد ما تكون طورته وبتتملكه ما بترجعهوش تاني للحكومة. يعني يا رب اكون قدرت اوصل لك الصوره المهندس محمد سيد ربنا يكرمك يا انس مهندس سامر persons take triple b in north america not sure in gcc هو مهندس سامر هو صديق يعني هو هو شغال في بارسونز بالمناسبه يعني والله وان سامر يعني اللي اعرفه ان بارسونز شغاله في الخليج بقوه يعني انا اعرف ناس شغاله في بارسونز في في الامارات والناس شغاله في بارسونز في في السعوديه بس حضرتك ادرى يعني حضرتك في الشركه الام نفسها يعني في امريكا شكرا يا مهندس احمد خلف احنا ممكن نفتح المايك حتى كمان يا محمد لو انت تحب هل ال 6 Methods في التريبل بي ممكن يتم تطبيقهم على المشاريع الخاصه هي المشاريع التريبل بي برضه هي شراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فهي يعني لازم يكون في جهه من الاثنين قطاع حكومي مش هينفع شركه قطاع خاص تطرح مشروع في في البورصه او مع شركه في البورصه عشان تنفذه وانت رجعوا تاني لا هي التريبل بي بابليك برايفت بارتنرشيب الشراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص شكرا مان سعيد تمام انا المايك لو حد عايز يعمل أنيوت يعمل ويتفضل يعمل مداخله أيوه يعني او اي سؤال المايك مفتوح للجميع يعني لو اي حد عايز يعمل مداخله او سؤال يتفضل شكرا يا مصطفى محمد بندر مهندس عاصم مع حضرتك عبد العليم مش مهندس عبد العليم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بالنسبه للسؤال اللي طرحته على حضرتك اللي هو ال 6 اللي حضرتك ذكرتهم في المشاريع التريبل بي انا هنفترض مثلا مثلا زي مثلا الفيد الجولدن بوك الدي بي او او الـ او الاي بي سي السيلفر بوك اللي هو الترنكي او الديزاين اعتقد ان ان الفيديك اساسا كانت الفكره الاساسيه اثناء وضع هذه النماذج من العقود ان هو كان بينظر على تطبيقهم في المشاريع الخاصه وحضرتك تصحح لي النقطه دي لا لا ولا تمام. غلط تمام هي هي الجولدن بوك والسيلفر بوك هي هي مشاريع يعني ديزاين اند بيلد بس ما بتبقاش تريبل بي تريبل بي بيكون بي ليها نظام تاني في العقود على حسب برضه على حد علمي يعني الفكره كلها في الاختلاف اللي هو في نقل الملكيه صح كده بالظبط كده وانت لازم بيكون في بنود جوه العقد بتضمن للحكومه ان يرجع لها تاني ملكيه العقد في معظم الانواع من التريبل بي يعني. انما ما ينفعش يبقى بين جهتين خاصتين لا مشاريع التريبل يعني بي عن سي لازم اه مثل... بيكون... اتفضل اتفضل أه لا بقول لحضرتك ان مشاريع هي التريبل بي فكرتها ان هي شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص لان هو القطاع العام هو اللي ليه الحق ان هو يطرح مشروع ياسس شركه خاصه ويطرحها في البورصه علشان تنفذ الاعمال دي يعني دي اشهر طريقه لل... يعني او احد اكتر الحاجات اللي بتتعمل في التريبل بي ان الحكومه بتعمل شركه خاصه ممكن الشركه دي تبقى يعني ت... تؤسس مخصوص علشان تنفذ المشروع وتدوره فده الاوبشن ده مش موجود في القطاع الخاص طب مثلا لو هنقول مثلا ان مثلا في ديزاين آيديا مثلا لانشاء مول تجاري مثلا الـ 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 الانتفاع منه او الارباح بتاعت مثلا الايجارات وهكذا هتعود بالنفع على فرد معين فهل ينفع أه. نقول مثلا ان ان كـ كـ مثلا هتكلم كامبلويير تمام او كاونر هطرح هطرح المشروع دوت بنظام مثلا الدي بي او الـ الـ او البي او تي او الـ الـ او لسكند بارتي يعمل لي التصميم والتنفيذ وينتفع بالارباح العائده من من مثلا من ايجارات المول هذا وهكذا وينقل لي ملكيته بعد كده مقابل ان انا مش هدفع له مثلا قيمه مستخلصات او قيمه الكونستراكشن اللي هيعمله حضرتك فاهمني في النقطه دي؟ اه فاهم حضرتك انا والله انا يعني برضو انا انا برضو خبرتي مش كتير انا مش كتير في مشاريع التريبل بي وممكن حد غيري هو اللي يكون يفتي فيها اكتر بس يعني مشاريع تريبل بي شرط اساسي فيها ان هي يكون القطاع الحكومي هو الطرف الاول الطريقه اللي حضرتك بتقولها ما هي ممكن تمشي الاينس كونتراكتنج انت ممكن تخش في شراكه مع حد تاني ويبقى العقد بتاعكم بيقول ان هو يدور المشروع لمده معينه وهو اللي ياخد الارباح بتاعه المشروع وفي الاخر المشروع بتاعكم انتوا الاثنين لكن مشاريع تريبل بي هي مشاريع حتى ليها قانون لوحدها مثلا في مصر هي ما ما حتى بطريقه العقود الاداريه او العقود الحكوميه هي ليها قانون خاص بيها هي قانون لل حتى القانون اسمه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن ده... مفيش اه اتفضل يا هندسه ده ال... القانون ده استاذ حضرتك لو تقول لي اسمه بالظبط بحيث اسرش عليه ع... هبعت لك يعني ممكن بعد المحاضره على الجروب بتاع بيما أريبيا هكتب لحضرتك رقم يعني على طول انا يعني مش حافظ الرقم صراحه بس هكتب لحضرتك رقمه على اول ما نخلص يعني هجيبه لحضرتك ان شاء الله طيب هستاذن المهندس وبرضه انا ممكن ازود ان ان, إن القانون ده ليه اتعمل لان في الاول اول ما ظهرت المشاريع تريبل بي في مصر كانت الشركات هي اللي... معظم معظم الشركات اللي بتدخل في مشاريع التريبل بي بتكون شركات اجنبيه او بيكون مثلا مشاريع جايه بتمويل من بره او تمويل من البنك الدولي فالشركات الاجنبيه كانت بتتخوف من ان هي انت حضرتك عارف إن لما بيكون في عقد ما بين شركه حكوميه وشركه خاصه ده بيطبق عليها القانون بالزبط. الاداري القانون بارد. الاداري مظبوط ف... صح فالقان... فالقانون الاداري بالظاهر المقاولين المحليين بي... بيتخوفوا بمقاول جاي من بره فنتيجه ان المقاولين دول بداوا ان هم ما بيخشوش المشاريع دي الحكومه اضطرت ان هي تعمل قانون خاص للتعاقدات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي مشاريع تريبل بي هجيب لحضرتك رقم القانون على طول بعد ما, ما... وبنلاقي وبنلاقي الشروط ديت مطبقه فعلا في صوره العقد اللي بتبقى بين الاطراف ديت والحكومه يعني مستحيل يكون القانون الاداري اللي هو 182 بيتطبق عليه او يكون القانون الحاكم للعقود ديت مستحيل لما نقرا البنود العقد ده مستحيل يكون قانون 182 هو اللي بيتطبق عليها فعلا صح لا قانون 182 سنه 2018 ده بي بيطبق على المشاريع اللي بالانواع الثانيه من البروجكت ديليفري بس بيكون فيها طرف احد الطرفين هو الحكومه برضه بس مش تريبل بي يعني ممكن ممكن تراديشنال ميثود بس في احد الطرفين حكومه ففي الحاله دي انت بتعمل له بتمشي تبع قانون 182 سنه 2018 لكن في حاله ان انت بتعمل مشروع تريبل بي زي مثلا مش عارف محطه محطه معالجه الصرف اللي في ابو رواش مترو الحاجات دي كل دي دي مشاريع شركات اجنبيه بتبقى داخله جوينت فينشر مع شركات مصريه تنفذ المشروع وبيكون ليها شركه خاصه هي اللي بتدوره كمان ففي الحاله دي مش هينفع انها تمشي بطريقه بالقانون 182 سنه 2018 لان حضرتك عارف ان القانون ده ميل في كل حاجه رايح ناحيه الحكومه بالظبط بالظبط فهم بالزبط. يعني انا مش متذكر حتى سنه الاصدار بتاعته بس هي سنه الاصدار بتاعه تريبل بي قريب برضو 2017 2018 حاجه زي كده هبعت لحضرتك رقم من القانون بالظبط اكون شاكر لحضرتك جدا واستاذن لو لو حد من المتابعين معاه رابط الجروب يبعته بحيث ان انا ادخل على الجروب بس. تمام آه، ماشي المهندس محمد ممكن لو نحط الرابط بتاع الجروب على المسجز هنا او لو حضرتك عندي على لينكد ان ممكن هتشوف رابط الجروب في البوست هعمل لحضرتك كونكت على لينكد ان. تمام طيب شكرا جزيلا منصور شكرا جدا لمداخلتك والله يعني المداخلات دي بتبت بتثري الحديث العفو 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 شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك لو حد تاني عنده اسئله احنا موجودين السلام عليكم يا باشمهندس عاصم وعليكم السلام من تسلم تسلم على المشاركه الحلوه عندي الله سؤال اتفضل فمثلا العقود اللي بتعملها زي شركه دي بي وول هي بتستثمر على الموانئ على البلدان الثانيه ويعني و... ويعني تكون يعني مستحوذه على 30 40 سنه بعد ذاك يعني بتخلي الميناء للوطن الام فزي زي شركه دي بي وول ده ف يعني يا تو العقود هي يس او او بي ام تيرمينال مينا سخنة ف... ومينا السخنة ومينا السخنة تبع دبي وورلد ده برضه نفس هي <applause> دي بي وورد أيوه وورلد أيوه. وابو ظبي برضه عامله شركه بتنفذ مواني في كل حته دلوقتي يس صح صح فانا بستفسر يعني نوعيه العقود حقها هل راح يكون تريبل او ولا الاينس كونتراكتنج اعتقد ان العقود دي بتكون تريبل بي برضه لان هو في الاخر زي ما حضرتك قلت المينا المينا في الحاله دي هي منشا مرفق عام الشركه دي اعتقد يعني انا انا قريت في مره ان مينا السخنه هي عقد تريبل بي لشركه دي بي وورلد لمده اعتقد 40 سنه او 30 سنه حاجه زي كده ممكن ممكن اجيب لحضرتك يعني الخبر بتاع الطرح بتاع المشروع ده لأنه يعني مشروع ضخم جدا مين السخنة يعني احنا ب... احنا بنعدي عليه حتى في الشغل صح 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 تمام تمام تسلم تتربى شكرا شكرا جدا من سيد الاضافه الله يسلمك عاصم <applause> انا حطيت رابط الجروب بتاع الواتساب أحد جروب يعني عشان لو هن... هنشير عليه أي حاجة بإذن الله وبرضه على اللينكد إن أي حد هن... لو جروب ال... جروب ال... التليجرام برضه يا ناس عشان أوكي وهنحط على جروب التليجرام هو أو... هو كان المهندس عبد العليم بيسأل على جروب التليجرام أعتقد أوكي هشيره ثانية واحدة لو حد عنده أي سؤال يتفضل بنحب الاضافات بتاعت يعني الاضافات احسن من المحاضره <applause> ما شاء الله يعني في اضافات <applause> ثريه ما شاء الله اه ما شاء الله ناس خبرات كبيره يعني حتى ممكن ناس خبرات في حاجات انا مش مش خبير فيها آه الواحد هيفضل كل يوم يتعلم يعني والله و... بالظبط اه بالظبط فعلا يعني الواحد بيشير نولج يعني ويستفيد من الـ الـ الاضافات من دي بت... طبعا طبعا, طبعًا. اي حد يتفضل وانا هشير التليجرام حالا دلوقتي هو برضه حابين نقول يعني ان شاء الله المهندس محمد هيرفع لنا التسجيل بتاع المحاضره سواء على الصفحة بتاعت بيم أريبيا أو حتى على الصفحة بتاعتي ستيل ستيل أو حتى على الجروبات أو على ال على لينكدين بيج فتابعوا بيم أريبيا يعني أنا كنت بس حابب أضيف نقطة بسيطة كان يمكن زميلي تفضل قالها قبل كده هي في فعلا ظهرت في مصر مشاريع شبيهه بتريبل بي للقطاع الخاص منها فكره المول اللي كان قالها السبيل اللي هي شركه طبعا. بتنشئ مول وبتديه لحد بي... بالاساس بتديه هو اللي بيصممه هو اللي بياسسه وفي الاغلب بعد كده بتنتقل الاسهم بتاعته سواء لمساهمين او جزء منها للشركه الام كمان في موضوع الأراضي الزراعية هو أنا أنا بس الصوت بتاع مصر مش وصلني مش عارف عندي بس ولا عند عند الجميع يعني ثانية واحدة كده طيب سامعني كده حضرتك؟ ممكن السبيكر ثانية واحدة أظبط السبيكر سامعني كده طيب؟ أنس عاصم أيوه سامعني كده؟ مانس محمد سامعني أنا سامع حضرتك بشمهندس عاصم حضرتك سامعنا وانا سامعك بس, بس انتوا مش أنا سامع حضرتك بشمهندس أنا سامع حضرتك هو مهندس عاصم واضح إن في مشكلة في الصوت تمام انا كنت بقول بس ان هي نفس الفكره بتاعه التريبل بي ظاهره في مصر في المشاريع الخاصه زي المشاريع بتاعه المولات زي ما تفضل باشمهندس قبلي قالها ان بتبقى شركه موجوده بيبقى فيه اونر بيدي الشركه بتبني وبتصمم وكل حاجه وفي الاغلب الملكيه بعد كده بتنتقل جزء منها للاونر الاساسي وجزء منها لبعض المساهمين اللي اشتروا اسهم كذلك برضو في الاراضي الزراعيه استصلاح الاراضي في مصر في اماكن كتيره دلوقتي بقى شغال بنفس الفكره الاونر ما بيبقاش اصلا الحكومه بتبقى شركه اشترت من الحكومه والارض بتاعتها وبتطرح الكلام ده على شركات تستصلح الاراضي لاشخاص يعني برضه بيبقى في طرف رابع كمان اللي هو اشخاص عاديين بيشتروا اسهم وفي الاخر بتنتقل الملكيه للاشخاص اللي اشتروا الاسهم وجزء منها بيفضل باسم الاونر الاساسي يعني برضه دي حبيت اطرحها ك... كنقطه يعني اه يعني في الحاله دي ال... 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 الحكومه مش هي ال... مش هي المالك بتاع المشروع لا الحكومه بتبقى خلاص باعت الارض للمالك اوكي آه او اديت له حق انتفاع لحد لما يخلص الاصلاح وبعد كده هو مجرد ما بيتم الاستصلاح من خلال الشركات اللي خدت تنفذ المشروع اللي هي يعني بيبقى الطرف الاولاني الحكومه بقت لمالك او ثابت له حق انتفاع لفتره لحين ما يخلص استصلاح الاراضي تمام المالك ده بيدي لشركات تانية الشركات دي بتجيب مساهمين تقول له انت تدفع ثمن مثلا 50 الف جنيه تبع الفدان لو طبعا شيء لا يذكر بالنسبه لسعر الفدان بس مع كميه استصلاح كبيره ومجرد ما بينتهي الاستصلاح بترجع الملكيه للشخص اللي اشترى السهم والملك الاصلي بيحتفظ بجزء ليه هو بقى اللي هو الجزء اللي يعتبر تصطح ببلاش يعني. اوكي. باشمهندس عاصم حضرتك دخلت معانا؟ باشمهندس عاصم. باشمهندس عاصم. باشمهندس احمد خالد حضرتك سامعني ولا ولا انا صوتي كمان مش مسموع. لا انا سامع حضرتك صوتك وصل لي آه. عاصم طيب هو واضح ان في مشكله في الكونكشن مع المهندس عاصم احنا بنشكر حضراتكم جدا على الحضور والاضافه القيمه جدا ونتمنى ان اي حد عنده يعني علم وعايز ينشره او يشاركه احنا موجودين في بام اربيا اي حد عنده اضافه احنا تحت امركم حتى لو هنعمل ويبينارز او اي او اي حاجه هنشير هو بما ربيها يعني غير هدف الربح لكن الربح الاكبر هو ان الناس تستفيد يعني ان شاء الله من العلم واثراء المحتوى العلمي باللغه العربيه يعني ان شاء الله فاي حد يعني حابب ان هو يشير اي حاجه يتواصل و ان شاء الله فورا باذن الله انا معلش أن انا بس اللي كان ظاهر النت في مشكله عندي بس يعني انا رجعت لو لو في حد كان عنده اسئله في لا المهندس احمد خرف كان عنده اضافه آه لو هو يضيفها او يروح لحضرتك برده آه مفيش فيش مشكله يعني ماشي معلش فضل. انا اتفضل السلام عليكم كيف حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله اولا حضرتك مش موجود آه. إن في مشاريع في مصر ظهرت في الفترة الأخيرة قطاع خاص شابها التريبل بي برضو بس هي قطاع خاص منها المشروعات مشروعات زي مشروعات المولات اللي كانت تفضل الزميل وقالها ومنها كمان موضوع استصلاح الأراضي ولكن هي مش هيسري عليها القانون بتاع التريبل بي ولا ولا هيتقال على العقد إن هو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص صح؟ يعني أكيد هيبقى نوع تاني لا. من, من الأنواع الثمانية هو ب... لا هو نوع لا داخل في هو مش اه هو مش 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 مش, مش هيسري عليه قانون القطاع العام والقطاع الخاص بس سارى عليه نفس الفكره بتاعت بيلدينج اون اوبريت او بيلدينج اون ترانسفير اند building اون ترانسفير اند اوبريت بيسري عليه نفس الفكره بالظبط يعني بالنسبه مثلا لاستصلاح الاراضي انا كنت قلت قبل كده بس ما اعرفش عشان بس مش عايز اذكر الكلام بس عشان حضرتك مش موجود ان الحكومه بتدي الاراضي لحد بيشتريها بالكامل او بياخد حق انتفاع لفتره مدة طويلة بتبقى 20 سنة لحين ما يستصلح الأرض دي. فالشركة دي بتبقى مثلا واخدة أكتر من الف فدان وأرقام كبيرة كده. بتجزئها لشركات تحت منها تانية، بتدي له ال 100,000 ال 1000 فدان وتقول له خدهم استصلحهم. هو ما بيستصلحهمش إلا لما بيجيب مساهمين تحت تحت منه كمان بيدفع له مثلا واحد الف فدان وبتتم عملية الاستصلاح، بعد كده المساهمين اللي ساهموا دول بياخدوا فدادين على عدد الأسهم اللي خدوها والأونر الأساسي اللي اشترى من الحكومة بياخد الباقي بتبقى مكسب ليه ان هو يستطلعوا من غير ما يكون صرف عليهم حاجه. هي نفس الفكره بالظبط بس مش الملك حكومه. و و وده مش ده مش عقد مقاولات. احنا احنا هنا كنا بنتكلم عن عقود المقاولات للمشروع للكونستراكشن صح؟ اه تمام انا بوضح ده, ده عقد شراكه عادة في يعني ايوه ايوه هم الفكره دي موجوده في انواع كتير من العقود يعني ده عقد شراكه صح يا صح؟ لا لا ما بيبقاش عقد شراكه بيبقى عقد تنفيذ ما بيبقاش عقد شراكه. ااا إيه العقد الشراكه لما احنا مجموعه نتجمع مع بعض ونروح نشتري الارض. لكن هو في حد شركه اوريدي اشترت الارض وعايزه تستصلحها كمية الكبيره اللي معاها دي ال 100,000 فدان والارقام الكبيره اللي بيسمحها مثلا في توشكا و... وفي في في حته ثانيه زي توشكا كده مش باريس مفيض باريس الكميات الكبيره دي مش في شركه واحده تستصلحها ولا حتى أوه. تحت منها 10 شركات فالشركات بتلجا للفكره دي. ان خلاص انا هجيب شركه هي متخصصه في اصلاح الاراضي تصلح لي فالشركه المتخصصه في اصلاح الاراضي بتقول له خلاص مثلا هاخد منك يعني مثلا كل 100 فدان هاخد 50 منهم وبتطرح ال 50 دول كاسهم للناس الناس بتشتري الاسهم بيتم استصلاح الكم الكميه بالكامل الاونر بيرجع له 50% مثلا او سيحه حسب النسبه اللي هم متفقين عليها من الاول مستصلحه جاهزه من غير ما هو يكون صرف عليها جنيه وبالحكومة في الاخر بتقنن وضع الكل لان بيبقى في عقد ملزم من الحكومه وبين الاونر الاساسي اللي هو اشترى منها اول واحد مجرد ما انت استصلحت في الارض دي بتدي ملكيتها بالكامل ليك فهو بالتالي بين أه. بالكامل للمساهمين ونفس الكلام برضو كان في المولات نفس الكلام انا شفت مولات كتير بتتنفذ في الوقت الحالي بنفس الفكره ان بيبقى في حد اشترى الارض من الحكومه وملزم بوقت معين ان هو لازم ينفذ يا تتسحب منه فبيجيب أه. شركه الشركه بتروح عامله نفس القصه بتقول انا هطرح يعني مثلا هاخد منك 50% من المول مقابل ان انا هبنيه ال 50% بتاعتها هي بتطرحها اسهم للمساهمين بحيث المساهمين هم يعتبروا اللي هم في الاخر هم اللي دفعوا تكلفه بالكامل وفي الاخر بتسيب لهم جزء من الـ او ال 50% بتاعتهم وهي بتبقى خدت مثلا مكسبها والاونر بيرجع له 50% من المبنى اتبنى بالكامل واتجهز بالكامل من غير ما يكون هو دفع حاجه وطبعاً اتسلم في الموعد اللي هو طلبه منه الحكومه تمام يا هندسة ربنا يخليك يعني شكرا لإضافة جدا يعني ربنا يعزك يا الخليج. احنا اللي متشكرين ليكم جدا والله على مجهودكم ده وجزاكم الله كل خير على المعلومات الكبيره اللي احنا سمعناها النهارده. الله يكرمك يا انا بعد اذن الله يا عاصم هسال المهندس احمد على نقطه كده. اتفضل يا فندم. بالفكر اللي حضرتك ذكرته دوت هل لابد ان ان المشروع اللي احنا عايزين ننشئه دوت تكون اسهمه في موجوده في البورصه ولا ولا احنا بنقسم بن بن الاسهم ديت وبنكتب بيها عقود؟ لا ما بتبقاش مطروحه في البورصه. بمعنى اصح هل 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 مثلا اللي هيشتري الارض ديت مثلا يكون تكون شركه قطاع عام ولا ممكن شركه افراد عاديه؟ بس انا هقول لحضرتك على حاجه تانية حضرتك ما سالش عليها هو بالنسبه لحضرتك سالت عليه هي مش شرط تكون مدرجه في البورصه وتقريبا كل 10 اشخاص من حقهم يعملوا شركه وياخدوا حد 1000 فديه. العيب بس الوحيد في الموضوع ده كله ان مفيش كوميتمنت ما بينك وبين الاونر فللاسف في حالات نصب بتظهر ان حد يقول انا عندي الارض اه للاسف يعني اصلا بحاول يعني داخل في الموضوع ده بقالي فتره فبتلاقي في بعض الشركات كده بتبقى فيها حالات نصب ان في الاول والاخر الورق مش ملزم فيفضل لو انت عايز تعملها لو حضرتك اللي بتفكر تعملها تشوف 10 اصحابك انتوا بترست مع بعض وتعملوا العقود مع بعض وتروحوا المفيض باريس او مفيد توشكا شوف الاوراد المطروحه ايه وعادي الحكومه بتدي لكل الناس ما فيش مشكله بس المساحات بتبقى تقريبا 1000 فدان اقل حاجه لا في برضو الشركه اللي هي اسمها الريف المصري اللي موجوده في مدينه نصر برضو دي اللي هي تبع الحكومه الريف المصري الثاني اللي موجوده ناحيه الهرم دي مش تبع الحكومه دي شركه نصر او مش ما عندهاش مصداقيه عشان ما بقاش بغلط في حد يعني لان طبعا اول حاجه بقى ليه الاسم ثاني حاجه بتبيع ما لا تملك فده كده وضحت حضرتك سؤالك ولا في حاجه تانية تمام يا باشمهندس تمام شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يعزك بقى متشكر ليكوا بيت شكرا جدا يا هندسه <applause> متشكرين ليكوا وجزاكم الله كل خير السلام عليكم ايه يا عليكم السلام انا برضه عشان الناس ما تتلخبطش يا مهندس محمد انا عايز برضه ااكد على ان مشاريع التريبل بي هي دايما هي مشاريع شرط اساسي عشان تبقى المشروع تريبل بي يكون احد الطرفين قطاع عام علشان برضو الناس ما تتلخبطش المشا... العقود اللي كان بيتكلم عليها المهندس احمد دي عقود تجاريه مش ما هيش عقود ما بين قطاع وقطاع خاص انا برضو هضيف نقطه رقم القانون ده هضيفه على الجروب بتاع التليجرام ان شاء الله بعد ما نخلص هو قانون مستحدث لاداره مشاريع يعني ل... 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 لتقنين وضع التريبل بي اه طيب ممتاز جدا. ممتاز. انا برضو نشرت شير للجروب الواتساب والتليجرام وننزلهم ان شاء الله بإذن الله. وخلينا على تواصل لو حد عنده اي اسئلة احنا هنرد سواء على جروب التليجرام او جروب الواتساب. انا تليجرام افضل لان تليجرام فيه يعني مفتوح عدد الممبرز اكتر من الواتساب. مش ع... أنا... انا مش حتى مش على جروب الواتساب انا صح. ممكن اضيفه دلوقتي. خلاص باذن الله باذن الله احنا بنشكر حضرتك جدا على المحاضره القيمه وبنشكر شكرا جداً الحضور على المشاركه القيمه برضو احنا فوزنا برده استفدنا من مداخلاتهم طبعا وان شاء الله باذن الله يعني في لقاءات قريبه باذن الله وبينارز تانية ان شاء الله واي حد حابب يشترك او عنده علم حابب ينشره ما يترددش ان هو يتواصل معنا يعني ان شاء الله ونظبط ويبينارز باذن الله الناس كلها تستفيد منها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس فاصل شكرا جزيلا سبحان الله خير نلتقي بكم على خير ان شاء الله. رأيكم ان شاء الله. برعايه الله السلام عليكم. السلام عليكم. <applause>